السلام عليكم جميعا. أرواح الشهداء، أخوة شباب، أختصر الكلمة في معرفتي بهذا الشاب العزيز باختصار. أولا أسأل الله أن يمسح على قلوب ذويه، وهو جزء من هذه الثورة ومن هذا الحرار ومن هذا الألم الذي في كل يوم يصب على هذا الشعب، ولكن كلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى أولا، وثقة بصمود وثبات وصبر وإرادة ووعي هذا الشعب لأننا سنصل إلى الأهداف وإلى تحقيق جميع المطالب إن شاء الله. معرفتي بوعلي العزيز الغالي قاسم أختصرها في رجل صاحب وعي كافي وإخلاص كافي في أنه يسير في هذا الحراك أو في هذه الثورة، يسير بخطى واعية ثابتة وبصيرة، وليس من النوع الذي يتخبط أو ليس من النوع الذي يمكن أن يمارس بعض الممارسات التي تضر بهذه الثورة أو أنها تصنف أي تصنيف ممكن أن يوصل أو يعطى عنوان الجرم أو يستحق عليه العقاب أو المحاكمة أبداً، لأنني أعرف شاب واعي وعكاء بحيث أن تكون طريقة المطالب وطريقة التحرك وطريقة استمرار في هذه الثورة في هذا الحراك المطلبي بطريقة سلمية واعية متحضرة تماماً. ولذلك الاعتقاد التعسفي بهذه الطريقة التي حصلت ليس لها إلا عنوان واحد، وهو الانتقام من أهالي الشهداء وعملية تشفي وعملية تضييق إلى عوائل الشهداء وملاحقتهم وإيداعهم في السجون، أو أنه يوصلون لهم رسالة بأنكم ترى تطاولتم وتعديتم، ولكن ما رأينا وسنراه إن شاء الله وثبات هذه العوائل وإصرارها وعظم وتعاظم إرادتها يوم بعد يوم حتى إن شاء الله يأخذون بيد هذا الشعب، هم ذوي الشهداء وعوائل الشهداء يأخذون بهذه اليد هذا الشعب إلى الانتصار إن شاء الله. فرج الله عن الأخ قاسم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، و نسأل الله له ولذويه السلامة والعافية والفرج إن شاء الله.